السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله طيبين. معاك نينجا فورس مع هذا الانبوكسينج، وتقدر تسميه إبداع. وزي ما عودتك، نينجا فورس دائما يقدم لك الإبداع على طبق من ذهب ولا طبق من فضة، ولا اختار أنت الطبق اللي تبغاه. وراح أقدم لك هذا الإبداع. فالقطعة هذه اللي تشاهدها أمامك، أنت لو أنك تبغى تسوي لك بي سي أو تبني لك بي سي أو تجمع لك بي سي، وتبغى يكون في اضاءات ار جي بي مليانه البي سي من جوا، اضاءات ار جي بي عشان يكون منظره فخم ومنظره جيمنج زي كذا ويعطيك شكل الجيمنج. فمثلا لو تاخذ بس فقط اللي هو الهارد ديسك، او عفوا الرامات باضاءات ار جي بي، اذا كنت تاخذ الرامات بدون اضاءات ار جي بي، مثلا خلينا نقول تاخذها ب 200 ريال، اذا اخذتها باضاءات ار جي بي راح يكون سعرها دبل. وغير كذا لو بتاخذ مراوح تبريد المعالج مائيه سواء او مراوح عاديه بإضاءات ار جي بي راح يكون سعرها دبل. واذا كنت تبغى تاخذ مثلا كرت شاشه بإضاءات ار جي بي راح يكون سعره دبل، كيس بإضاءات ار جي بي راح يكون سعره دبل. طيب ايش رايك لو اقول لك انك يمديك تستغني الحاجات هذه كلها وتوفر فلوسك وتبني لك بي سي قوي؟ واذا انت تحب يكون البي سي حقك اضاءه فيه اضاءه ار جي بي قويه ورهيبه، وتخلي البي سي داخل البي سي حقك، يعني من الاخير تخلي البي سي من الداخل حفله. تمام. فبالاضاءه هذه الار جي بي اللي فيها ريموت كنترول زي ما تشاهد، راح تخلي البي سي حقك كله اضاءات ار جي بي من الداخل، كذا تستغني عن الخرابيط هذه كلها اللي تكلفك يعني مبلغ قدره. فطيب خلينا نفتح القطعه هذه بدل ما نطول في حاجه بسيطه جدا، يعني ما تحتاج هذا التطويل في الكلام. حاب انوه بس وانا اسوي في الانبوكسينج، او عفوا انا افتح الصندوق، خليك دائما مشترك او اشترك في القناه وفعل زر التنبيهات عشان يصلك كل جديد من نينجا فورس، وان شاء الله راح تشوف مقاطع افضل وافضل. ودائما ان شاء الله يوعدكم نينجا فورس، او اوعدكم باذن الله بالمقاطع المميزه والابداع المتميز باذن الله. زي ما تشاهد معايا هذه القطعه، حلو، هذا الريموت. تخيل معايا انت تغير الاضاءه اللي تبغاها، تبغى ار جي بي، تبغاها بنفسجي، اللي تبغاه. حلو، يجي منها نوعين. هذه قيمتها يا شباب قبل ما ابدا في التفصيل، هذه قيمتها 15 دولار، يعني ما يقارب تقريبا 30 ريال، خلينا نقول يعني ما تزيد عن 50 ريال او 60 ريال، 50 ريال يمكن ما تزيد عنها. في نوعين، في واحده تجي بخط واحد زي كذا بس، تمام، انت لا تاخذها، هذه ارخص، خذ اللي يجيك خطين، اللي تجيك خطين. حلو، هذه مغناطيس كمان، راح تكون مغناطيس وراح تنشبك في المذر بورد، عفوا في الباور سبلاي زي ما تشاهد. خلينا نركبها على البي سي بدون ما نكثر كلام، ونشوف ايش تعطينا من اضاءة وكيف راح يكون شكلها. هذا الريموت اللي تغير فيه اللي هو اللون، تبغى ار جي بي، تبغى لون معين، هذا كل شيء. الان راح اركبها على البي سي وراح نشوف ايش تعطينا من اضاءة، هل راح تكون خرافية او لا. خليك معي. طيب يا شباب، بعد ما ركبنا إضاءة الـ RGB داخل البي سي، كيف توقعون شكله، بايخ ولا خرافي؟ قبل ما أوريكم شكله وتشوفون المفاجأة، أتمنى منكم يا شباب أنكم تنشرون المقطع في كل مواقع التواصل الاجتماعي، تفجرون المقطع نشر. أتمنى منكم، وهذا رجائي فيكم، لأن صراحة قاعد أقدم أشياء ولله الحمد فيها إبداع، لكن ما أحصل الدعم اللي تحصله بعض القنوات، وفيها أشياء ما توصل حتى أو قريبة من الأشياء اللي قاعد أقدمها. فأتمنى منكم يا مشتركيني الكرام، يا متابعيني، إنكم تنشرون هذا المقطع، تفجرون المقطع نشر، ما راح يكلفك شيء، ضغط الزر في تويتر، واتساب، فيسبوك، انستغرام، سناب شات، وأكون شاكر لكم. طيب الآن راح نشوف هل البي سي طلع خرافي ولا بايخ. معليش سامحوني، يمكن يطلع بايخ، لكن في الأخير هي فكرة. شوفوا